هذا عبارة عن كلام أنا كاتبته واشتغلت عليه تدريس يدوي يوصف شعور أن تكون امرأة عربية أو مسلمة. الشغل سويته قبل سنتين، يعني مو مسويته حق هالشغل بالضبط، بس حسيت إنه it's the time where I can use it. هي ثمرة عائلتها تحافظ عليها كي لا تفسد. هي ترى الحياة من وراء حجاب. هي تتعرف على الحياة من خلال تجارب الغير. هي لا تستطيع الاستمتاع إلى حين الزواج. إن لم تتزوج فهي تتعفن كالكمثرة المتروكة على الرف. حياتها مرفهة خالية من المتع. الميزة الفن إن هو كل شخص يعني يعبر ويفهم عن طريق اللي يقدر يفهمها. احنا هني جايين لسبب واحد، لسبب ان الدولة للحين ما معطتنا حقوقنا كاملة. كوني انا من اسرة مساندة، انا اقدر اسوي كل شيء ابي، بس اذا انا اسرتي مو متفتحة، المرأة ما عندها يعني حرية، ما في القانون مو معها. فأحس إن هذا الموضوع اللي إحنا المفروض نتكلم فيه. ليش هيبة هذه؟ لأن أنا فنانة وحسيت إن الشيء اللي أقدر أحطه جزء من الفن اللي أنا مسويته. وفي أشياء وايد الدولة يعني معطتنا إياه، بس في أشياء الأسرة لها قوة أكثر من القانون. دخول المرأة للجيش ليش يحتاج فتوى؟ إحنا دولة مدنية مثلاً. المجلس بدل لا يهتم بالقوانين اللي تساعد يعني وتطور المرأة، مركزين على قوانين اللي شخصية أو قوانين قبلية. يعني هذه الأشياء اللي احنا قاعد نتكلم عنها، هذا اللي مكتوب هو وجهة نظري، هذا عمل فني.